فاديه من لبنان، ام بديله في كره الاطفال اس او اس. مساء الخير. ام بديله، بتحبيها هالكلمه ام ام في كره الاطفال اس او اس؟ حلوه الكلمه. اي وحده؟ كلمه الام. ام بديله ليش لا؟ انا عم بعمل شيء كثير منيح بالاس او اس، عم بعمل اني بربي طفل مش لإلي، مش انا انجبته، بالعكس بحس فيه هيدا ابني. كم ولد اليوم لليوم ست فادية عيطولك ماما فادية؟ تقريبا حوالي 25 30 ولد. شو بتعرفوا عن امكم البيولوجيه، امكم اللي ولدتكم؟ ما بنعرف شيء. نعم ما بنعرف شيء وما بهمنا نعرف. التقيتوا فيها مره؟ التقيتوا فيها. كيف كان اللقاء؟ سالتوها كيف في قد ايه كان عمركم وقتها؟ 11. وفاطمه كنت اكبر؟ شو سألتوها؟ كان عندكم أسئلة معينة تجاهها؟ سألتوها ليه تركتينا هون؟ هو شخص ما بيعني لك، شو بدك تسأله يعني؟ ما حسيناها أمه جاي أمه، ما حسينا لا حنين ولا شيء، بالنهاية كل شيء كان مأمن لها يعني، ما حسينا شيء. شو قالت لكم؟ شو سألت؟ ما سألتوها شيء يعني؟ بضل في سؤال محدد. كانت هي جاي تاخذنا. نعم. وماشي إجت عبطتنا وأنا إيدي هيك يعني، ما حسيت شيء. عبطتنا وأنا إيدي هيك. بالنهاية يعني لها 11 سنة تركتنا يعني، مش هلا رح تجي تسألنا. سألتوها ليه؟ أم ما سألتوها؟ أبدا نسألها، وهي حياتها حرة. هلا إذا أمك عم تحضرك اللي خلفتك، شو بتقولوا لها؟ ماشي. هاي حياتك أنت حرة فيها. ما بتعني لنا شيء. وبشكر ربي إنه جابتنا على هالدنيا لنتعرف على ماما فادية. عم بقولوا يعني هون ماما فادية وقتها بتجي الأم البيولوجية فرد مرة بتظهر، هون شو بصير فيكي؟ هون بتستشرسي بتقولي أنا أمهم، بتقربيهم لبعض أكثر، بتجربي تقربي أكثر، كيف هون؟ بالعكس لما إجت أمهم تتشوفهم، ويمكن أنا كنت بمساعدة مدير القرية مسيو جوزيف، إنه نعرف الأولاد على أمهم ونشوف مين أمهم، لقيت إنه أنا اللي كنت إنه أكثر شيء شدد وقول لهم هاي أمكم لازم تحبوها في ظروف، أنا بعرف إنه بحبوني وأنا بيعرفوا إنه أنا بحبهم، بس ما نهار قلت لهم هاي لا مش أمكم، ما بخاف إذا أخذتهم لأن بعرف شو في بقلبهم وبعرف في مين بحبه. لو اختاروها ما عندي مشكلة، بالعكس. بتتقبلي هالنقطة؟ إيه. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.